تمظلة الجامعة العربية وبالتعاون مع السفارة القطرية لدى القاهرة نظم معهد الدوحة الدولية للأسرة مؤتمرا تحضيريا لمؤتمر الذكرى 30 للسنة الدولية للأسرة. كل 10 سنوات يتحدث عن التحديات اللي تمر فيها الأسرة. هذه السنة راح تركز على الأسرة والاتجاهات الكبرى تتعلق بالأسرة والجانب الديموغرافي، الأسرة والتكنولوجيا، الأسرة والمناخ، الأسرة والديموغرافيا، كلها يعني 4 محاور أساسية، ولكن في هذه المحاور راح يعني نتحدث عن كثير من الأشياء الدقيقة مثل التربية الوالدية، الزواج وتحدياته. وخلال كلمته استعرض سفير قطر لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية استعرض أهداف المؤتمر، والتي كان من بينها عرض أفضل الممارسات الدولية وكذلك مواصلة التوعية بأهداف السنة الدولية للأسرة من أجل زيادة التعاون بشأن قضايا الأسرة. اليوم هو اليوم الثالث من المؤتمر التحضيري والذي يعتبر إقليمي بالتعاون مع الجامعة العربية التي هي المنظمة الإقليمية التي نحن معنيين بها، ويهدف إلى إحياء مفاهيم الأسرة والعناية بها، بحيث أن تكون الأسرة هي الخلية الرئيسية لبناء المجتمع السليم، وهو أحد سياسات دولة قطر. ونتعاون في هذا المؤتمر مع الجامعة العربية والأمم المتحدة لعقده في شهر أكتوبر. يأتي تنظيم هذا المؤتمر عقب مرور 3 عقود على إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1994 سنة دولية للأسرة، وسيركز في جلساته على اتجاهات عدة تشكل محط اهتمام الأمانة العامة للأمم المتحدة بما ينعكس بالأثر الإيجابي على الأسر العربية. باعتبارها نواة المجتمع وأساس التنمية، احتضنت القاهرة على مدار 3 أيام وبحضور كوكبة من رجال الفكر والسياسة والاجتماع، احتضنت فعاليات الجلسات التحضيرية للتباحث حول الاستعدادات لمؤتمر الذكرى 30 للسنة الدولية للأسرة والمقرر انعقاده بدولة قطر في أكتوبر المقبل. أمل صبري، النيل للأخبار.